his inferior surface, surface of the brain, inferior surface. Inferior surface يقول شلون حيكون شكل inferior surface؟ حيكون عبارة عن orbital surface of the brain anteriorly. خلينا اثنين واحد قريب على اللغة. و tentorial surface اللي هو هذا posterior part اللي هو يكون أكبر. هذا هو التنتوريال سيرفس هيك شكله بالضبط. هذا اوربيتال وهذا التنتوريال. لان باعتبار قاعد على التنتوريال ما اريد ادخل بهذن. يقول ايش عندنا بيها؟ ابدي بايش؟ ابدي بالاوربيتال سيرفس اسهل. يقول بالاوربيتال سيرفس لاترالي حلقي اتش شيب. النوبات البرينات مستعمله في الاقي الاتش شيب مبعثره هيك وانا لازم ادورها. هذا الاتش شيب اسمها اوربيتال سيركاي وتسوي لنا انتيريور و posterior و lateral و medial orbital gyri. بصف الاوربيتال سيركس اكو سيركس بالطول يمشي هنا اسمه olfactory circus. تذكروا olfactory هو الفيرست كرانيال فهذا olfactory circus. بعد medial olfactory circus هذا الجيرس المستقيم اسمه gr gyrus rectus او rectus gyrus نفس الشيء gr اللي هو gyrus rectus. هذا وين؟ هذا كله بالاوربيتال بارت اللي هو الصغير اللي هو anteriorly. اكو بعد شيء بس شغله اخيره ترى الاولفاكتوري سيركس مو فارغ قاعد بي اولفاكتوري بلب والفاكتوري سوي الاحمر هذا قاعد بي اولفاكتوري بلب ويرجع بي اولفاكتوري تراكت اللي ورا حتى يسوي لنا هنا اولفاكتوري ترايجون فشوي اسن شرحه كامل. هذا همين هذا التراكت والترايجون. بعد التنتوريال سيرفيس هذا البوستيريور بارت الطويل حلقي بي حلقي سلكسين من الطول للطول واحد هذا والثاني هذا. هذول من هذول نفسهم شفناهم من الميديال. هذا اللي هو اوكسيبتو تمبرا سلكس وهاي اللاترال والميديال اوكسيبتو تمبرا جارس. هذا الخط البعيد هذا اوكسيبتو تمبرا سلكس ولاترال ميديال اوكسيبتو تمبرا جارس على اللاترال والميديال مالته. والثاني هذا هو الكولاترال سلكس والكولاترال تشوفونه هنا يمشي انقطع كم الراينال سيركس وقت الراينال جوه الانكس يعني هاي انكس. زين هاي من هاي هاي المنطقه هاي هي البارا هيبوكامبس لان فوق الكولاترال هنا. بينما هاي المنطقه هاي هي اللينجوال جارس لان فوق الكولاترال جوه الواي يعني اذا منها مدراسي حيطلع لي الواي شيء. هذا انفيريور سيرفيس اوف ذا برين. يبقى شغله هنا بس للمعلومات انه هاي المنطقه شوفوا هاي المنطقه هذا بدي اشرح عليها هنا اللي هو الفراغ. هذا هسه هنا شو يمثل لي هذا؟ هذا يمثل لي تمبرال بول هذا القطب. اوكي؟ ففوق التمبرال بول هذا الفراغ يسموه فاليكيلا. الفاليكيلا هو الاورجن مال لاترال سيركس يعني منها يبدي لاترال سيركس حيطلع على الشارع من هناك على السوبيريور لاترال سيرفيس. اخذنا الانفيريور سيرفيس هسه ناخذ الميدلاين ستركتشر اللي تبين بالانفيريور سيرفيس. شو احتاج ارسم؟ احتاج ارسم مثل هذاك الرسم اللي هو هم ينبي هذني. هاي الاوربيتال سيرفيس بس التنتوريال احتاج اقص بارتات من عنده وباقي بس هيجي منه. يقول اول ما ابدي بي يقول الاوربيتال سيرفيس بي اولفاكتوري هذول الاولفاكتوري عندنا اولفاكتوري بل يرجع اولفاكتوري تراكت يسوينا اولفاكتوري ترايجون ويعطينا ميديال لاترال اولفاكتوري سترايل وميديال اولفاكتوري سترايل كلهم اولفاكتوري بلب وتراكت وترايجون ولاترال وميديال سترايل. هاي السوق الفاكتوري بلب وتراكت وترايجون هذا المثلث ومن الترايجون طلع ميديال لاترال الفاكتوري سترايل. ورا الفاكتوري اكو هاي منطقه مثقبه مثل بالدمبوس مثقبيها يسموها انتيريور بيرفوريتد سبستانس اثنين موجوده ورا الفاكتوري ترايجون. هنا حاخذ فشي المفروض احنا سامعين به قبل اللي هو الاوبتيك كيازما. هذا هو الاوبتيك كيازما شو اسمه؟ هاي الاوبتيك كيازما. الاوبتيك كيازما يقول يطلع من عندها منا ومنا هذا اوبتيك نيرف منا ومن وهذا هو الكيازما اللي هو التصالب ويرجع الاوبتيك تراكت منا تراكت ومنا تراكت. الاوبتيك تراكت ايش بيه اهم شيء؟ الاوبتيك تراكت من يرجع الله يوفقه ويسمن كلش كبير. اذا اشر على الماكسيموم كونفكسيتي مال الاوبتيك تراكت هنا فهذا هو ال جي بي لاترال جينيكيليت بودي. واذا اشر
ميديالي اكو حلق الفص معزول وحده هيجي، هذا هو الميديال جينيكليت بودي، ميديال جينيكليت بودي، وهذا لاترال جينيكليت بودي. لا تنسون الماكسيمم كونفكسيتي، هاي الاذر سايد، هذا النفخه، هذا اللاترال جينيكليت بودي هنا، وهنا فص معزول وحده اللي هو ميديال جينيكليت بودي. حيجي ميدبرين هيك حينزل لي جوا، اوكي هذا حيكمل علي بعد. هذا الميدبرين، هذول الكراس سيربري اللي بيناتهم بوستير بيرفوريتي سبستنس، هذا الانفيرير ميدلاين ستراكشر، اكو سبوت فيك هنا. اذا اشر لي منه هاي النقطه، هاي النقطه وين؟ قدام الاوبتيك كيازما، فاحتمال تبين عندنا اللامينا تيرمينالس. تقولون شلون هسه اكو صوره كان قام توضح لنا اياها، هاي ليش ناجتي اللامينا تيرمينالس؟ هذا خلاص الانفيرير سيرفيس.